أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. وبعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية، نبدأ بعالم الأحلقة. الأخضر السعودي يختتم استعداداته لمواجهة أستراليا المنتظرة بتدريب في الجوهرة، وكدمة تبعد ألف تيل عن المشاركة. مارفيك يشدد على أهمية لقاء الغد ويصفه بالأهم في مسيرته، ويؤكد أنه اختار استاد الجوهرة لأنه الأفضل لحصد النقاط. مدرب المنتخب الأسترالي يعلن التحدي ويؤكد أن فريقه حضر إلى جدة للفوز والانفراد بالصدارة رغم دعم الجماهير الكبير وظروف الأجواء الصعبة. تزامنا مع مشوار المنتخب نحو مونديال روسيا، كورا يواصل استعراض تاريخ الأخضر المجيد عبر الجزء السابع من سلسلة كلاسيكيات كورا الوثائقية. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو عبد العزيز السويد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي أبو نايف، أهلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي العزيز الغالي عبد الغني. عبد الغني مساء الخير، هلا وسهلا. هلا والله، مساء النور أبو جود، أرحب بك وأرحب أبو نايف وبالمشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة يا رب بإذن الله. حلقة اليوم بالكامل عن المنتخب. احنا بدأنا من بداية الأسبوع تقريبا معظم وجل وقت الحلقات كان مخصص للمنتخب السعودي. بالأمس والليلة إن شاء الله، يعني بالأمس كان والليلة إن شاء الله راح يكون تكون الحلقة بالكامل عن المنتخب السعودي ومباراة منتظرة غدا أمام المنتخب الأسترالي. أمال كبيرة تعلقها الجماهير الرياضية على لاعبي الأخضر غدا في مباراته المهمة والمهمة جدا أمام المنتخب الأسترالي في الطريق نحو مونديال روسيا 2018. نبدأ الحلقة بهذا التقرير الذي أعده الزميل عبد العزيز الحقواني. منذ أن عرفت الأقدام مداعبة الكرة، ومذ أن كان الفرح يرتبط بالانتصار، أصبح هنالك عنصر ثابت يحضر، يتابع، يحفز، يهتف بكل حماس لجلب الفوز والاحتفال. إنهم الجماهير، العلامة الثابتة في منظومة كل لعبة. يا ناس الأخضر لا لعب بركان يتفجر غبار، يا ناس الأخضر لا لعب منصور يا أغلى شعار، يا سعودي أفضل منتخب. إذا كان الأخضر هو من يلعب، فكيف سيكون حال الجماهير التي تشربت حبه حينما تطأ قدمه أي أرض ويعانق اسمه كل سماء، لأنها تؤمن بأن الانتماء ليس مجرد شعارات، لذلك لم تتوان في دعمه أينما حل أو ارتحل. صقور الوطن على مر الزمان كانوا محاطين بالمحبين والأنصار، فالتحفيز الإيجابي هو مصدر الإلهام والحماس في المدرجات، كان طريق الوصول للمنصات، لأن الإعصار السعودي تحركه أصوات العاشقين، ويزيد من سطوته هتاف المحترقين على سمعة الكرة السعودية.
أكم الإعصار ماشيين يعيدا منتخبنا اليوم وفكر عن طريقة جاكم الإعصار ماشيين يعيدا منتخبنا اليوم وفكر عن طريقة الجماهير الواعية لا تهمها ألوان الأندية فكل من يحمل شعار الوطن هو الهدف المنشود بالدعم والمساندة فرفعة المنتخب السعودي فخر لنا كلنا قولوا يلا يلا حضر الحنايل قولوا يلا يلا وسووا الهوايل قولوا يلا يلا حضر الحنايل قولوا يلا يلا وسووا الهوايل العب يا الأحمر العب شوف لا خلي فرصة فرصة تفوت العب يا الأحمر العب شوف لا خلي فرصة فرصة تفوت كرة سعودية خلها خليجية الجماهير بلا شك هي العامل الأول في كل منجز للأخضر السعودي فلم تخيب الظن فيها طوال سنوات المجد والعطاء لأنها تؤمن بدورها تجاهها وحتى في أوقات التراجع والابتعاد عن المستويات المأمولة لم تفكر في تركه يمضي وحيدا لأنها تتنفس كرة القدم وتعي معنى الحب والانتماء لكيان المملكة إن شاء الله أكيد أملنا الله الله يا منتخبنا إن شاء الله أكيد أملنا موقعة أستراليا يوم الغد محطة مهمة في طريق المنتخب نحو وصوله إلى مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018 للمرة الخامسة في تاريخه لذلك علينا جميعا دعم الأخضر بالحضور والمؤازرة في جوهرة جدة التي يزداد بريقها بهتاف الجماهير فكيف إذا كان الهتاف باسم الوطن ولأجله دعونا نحفز اللاعبين ونقدم لهم الصورة التي يعرفونها عنا جيدا عندما ترتفع أصواتنا فوق كل صوت داخل الملعب لأننا جماهير السعودية وكفى لأننا جماهير السعودية وكفى سلامي عليكم يا سعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال ويا سلامي عليكم يا السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال يا سعودي نحيي روحك الحية يا سعودي نحيي روحك الحية مشهد انك اصيل طيب الفالي يا سلامي عليك يا السعوديه الله يا ديار الشيم يا دار الابطال يا سعودي يا سعودي نحيي روحك الحيه مشهد انك اصيل طيب الفالي مشهد انك اصيل طيب الفالي طيب هذا تقرير له علاقة بالجمهور وحبينا نبدأ الحلقة فيه احنا اللي علينا نسويه اعلام وجمهور لازم نسوي دورنا ونترك الباقي للاعبين بكرة في الملعب هي مباراة من 3 نقاط وبعدها مباراة من 3 نقاط جمهور جدة انتو جمهور ما يتوصى يعني انتو تعطون دروس في كيفية تشجيع ودعم اللاعبين وهذه حقيقة ثابتة كلنا نعرفها جمهور سينما بكرة ما نبغى نبغى تشجيع مع اللاعبين يعني ما ينفع تقعد جالس ويكون تفاعلك مع الحدث بالذات لا سمح الله إذا جاء هدف في المنتخب السعودي هذا الوقت اللي احنا ممكن فيه فعلا نستفيد فيه من كلمة الأرض والجمهور لأنه إذا بتجلس في مدرج ووقت لا سمح الله التأخر وما دعمت
ما يكون في يعني استفادة حقيقية من الأرض والجمهور، ونأكد أنه إحنا ننتظر بكرة اللاعبين يسوون اللي عليهم. أنت عطنا عمرك في الملعب وهذا اللي يكفينا. مباراة مهمة على الأرض وبين الجماهير السعودية. أبو نايف، السعودية وأستراليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد إحنا الزخم الإعلامي هذا خلينا نقول اللي جالس يشد انتباه الرأي العام للمباراة هذه ما جاء من فراغ. واضح أن المباراة أساساً سواء أنت يعني شئت ما بيت أنها مهمة جداً، ما تقدر تبعدها عن أهميتها. إحنا لازم نتكلم في المباراة هذه لو نأخذها بتسلسل، يعني لو نأخذ في بداية المنتخب السعودي في التصفيات الكل كان محبط، الكل ما كان يتوقع أساساً المنتخب السعودي يوصل للمرحلة هذه. إحنا نقول المنتخب السعودي، لاعبين المنتخب السعودي خلينا نقول قدموا اللي عليهم في المباراتين هذا، قالوا إحنا بس يلا ناقص اللي عليكم. في أول مباراتين كان الكل محبط، كان الكل في عدم ثقة، كان الكل ما يتوقع المنتخب السعودي يوصل للمرحلة هذه ويكمل المشوار سواء من التصفيات الأولية أو التصفيات النهائية. حتى بالعكس كان في تندر، يعني حتى على الاتحاد هذا، الاتحاد هذا على فكرة كانت تتذكر أنه كان رئيس الاتحاد أحمد عيد كان يوعد أنه يوصل للتصنيف 50، وصل الآن إلى 52. يعني كل الظروف هذا الآن مهيئة أو نقول إحنا ما توقعنا نوصل للمرحلة هذه. لذلك ما في شيء مستحيل في كرة القدم. احنا نقول كرة القدم على الورق يعني منطقيا تخسر 3-4 ضد استراليا، ولكن الشيء الايجابي انها ما تعترف بالمنطق. احنا نتذكر مباراة اخر مباراة لعبناها ضد العراق، شيء ايجابي الشوط الاول مسلمين للمنتخب العراقي كله، نتوقع انهيار في 10 دقائق بس صح المنتخب السعودي قلب المباراة. فلذلك حتى الاعلاميين المنتخب العراقي قالوا انك يعني صعب جدا انك امام منتخب زي هذا ولا تجيب هدف هدفين مع لانه ممكن يرجع في اي لحظه. انا لما اتكلم عن زي ما قلتها في البدايه، انت احنا نتكلم عن لاعبين، نتكلم على جمهور، نتكلم على اعلام، نتكلم على اداره، مدرب، مؤسسات حكوميه. انا جالس اشوف الان في الفتره الحاليه في دعم المؤسسه الحكوميه، في شركات شراء المدرج كامل للجماهير. الجمهور هذا اللي احنا جالسين نراهن عليه، انت لو يعني لو اجيب انا ما ابغى اتكلم من احنا كان احنا ننافق الجمهور او نستجدي، لا. لما اتكلم عن اشوف تصريح المدافع الاسترالي ماثيو وكان مع فريق سيدني قاعد يقول للاعبين، يخاطب اللاعبين يقول لا تتوقعون تلاقون جماهير ودوده، يتكلم عن جماهير المنتخب السعودي، يقول جماهير خلينا نقول عدائيه للمنافس شرسة. يعني ترهب الاخرين. يقول احنا 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 لما حضرنا في السعودية في المباراة الأخيرة هذه في مباراة النهائية بين الهلال وسيدني، يقول وجدنا جماهير يعني غير ودودة جدا، فلذلك لا تتفاجئون فيها ولازم أنتم تتحملونها. المدرب الأسترالي تركني من التصاريح يوم كان في ديرته، بس يوم قرب الموعد قال إحنا نعرف يعني مباراة صعبة في ظل الدعم الجماهيري، لذلك الجمهور يعني هو الشيء اللي احنا متفوقين فيه. ايش مفهوم الجمهور؟ انا كمان طيب. لازم نوضح يعني مفهوم الجمهور هو الناس اللي قاعده بس على الكراسي طيب زيها زي اللي جالسه في البيت، ولا لاعب حقيقي في الملعب هذا الجمهور؟ الجمهور زي ما قلتها انت، يعني انت قلتها فيها في وصف جمهور سينما. احنا مشكلتنا في غالبيه الجمهور يجي كناقد فني، كناقد رياضه، جالس في وسط الملعب وقاعد ينتقد اللاعبين. انت مو وظيفتك اساسا تبغى تنتقد اللاعبين، روح زي ما يقولون روح خليك في تويتر، اجلس وقاعد انتقد وقل ليش رفعها وحرام عليك من الكلام هذا. انت جيت للملعب مختلف، مفروض عقليتك الان عقليه دعم لاعب. انت تبدا مع في بدايه المباراه مع صافره الحكم وفي نهايتها. لذلك انا لما اقول لك في يعني تتخيل انت السيناريو اللي حصل في مباراه العراق، الجمهور السعودي حاضر، اكيد بيكون الشوط الاول محبط، يعني مو هذا منتخب ينتظر هدف اي لحظه، ولكن في الشوط الثاني تغير كل شيء. لذلك انت قم بدورك، انت اذا تبغى اللاعب يقوم بدوره وتبغى المدرب يقوم بدوره، انت كمشجع قوم بدورك. انت وظيفتك دعم الفريق من البدايه حتى لو وجدتها يا اخي، يعني التاريخ يشهد المباراه اللي احنا جالسين نتفرجها، يعني خلينا نقول في العالم كله ممكن في لحظه من اللحظات يجي فيك هدف هدفين وبعدين تغير المباراه، 3 أهداف تغير المباراه ترجع لك، لا سيما انك انت انا اقصد اللاعب السعودي خلال المرحله هذه. خلينا نقول حتى في تصريح انا شفت النايف هزز قال المشجع او الجماهير السعوديه غير واثقه فينا، ولا احنا قدمنا يعني قدمنا 6 نقاط. فلذلك الان يفترض ان الثقه تكون كامله في المنتخب السعودي. في شيء مهم جدا، انت عارف انا قرات في تقارير اعلاميه
أنه أفضل بداية تاريخية للمنتخب السعودي في التصفيات أنه كسب 6 نقاط. فلذلك يعني خلينا نقول في يعني احنا شمينا بدينا نشم التأهل هذا، ليش احنا ما نقوم بواجبنا؟ خلينا نقول على الورق استراليا يعني خلينا نقول قوية جدا، ولكن ترى على فكرة في فرق كثيرة ضد البرازيل لعبت ضد الأردن الإمارات الأخيرة وش سوت في استراليا؟ الاستراليين أصلا تضايقوا حتى من الرطوبة، يعني حتى وجودهم في الملعب هذا احنا يعني إيجابي لنا. لذلك حتى اللاعبين يفترض انهم يعني يبتعدون عن الأمور قاعد يصير، يثق في نفسه يثق في إمكانياته، بس مو يثق في نفسه يثق في إمكانياته يتوقع أنه يعني لا، إحنا السلسلة التاريخية اللي قاعد تقولها كيف حققت الإنجازات؟ أنا أبغى من بداية المباراة من أول 3 دقائق أشوف العرق ينزل، مو أشوف لاعبين قاعد يهتم يطالع في الكاميرا ويطالع وين الكادر يجي معه عشان هو يقعد بعد اللقطة الثانية، لا يصير تركيزه على المباراة، يصير خايف على مرماه، إنه تركيزه عالي جدا. الحالة الذهنية لما تكون الكرة معك تصير هجومي، لما تكون الكرة ضدك تصير دفاعي. أما إن إحنا اللاعب هذا يقعد يسوي لي خلينا نقول يعطيني النفخة ها كذا يعني تعبان وهو أصلا ما يسوي شيء، لا يعني خلينا نقول نبغى شيء عملي، نبغى إذا انقطعت من المدافع ما تطلع الكرة حتى توصل خط الدفاع اللاعبين الاستراليين مرهقين، اما يمشي لين يوصل ما يقطعها الا السناترة عندنا ولا يردها الحارس، معناها اللي في الوسط وفي المهاجمين هذول ما تحركوا. على فكرة انا ابغى اللاعب الاسترالي ما يوصل للمناطق الخلفية الا وهو منهك يجي جاهز انه يقطعها السناترة، هذا الصح. لذلك احنا نقول نتمنى يعني ونأمل ونجاسي نتخيل ان ان شاء الله يعني خلينا نقول المباراه في نهايه المباراه نهايه الصافره هذه احنا نبارك البعض، ولكن برضه يعني ما نسرف في الاحلام. صحيح، عارف نكون منطقيين. انا بالنسبه لي اقول لك المباراتين هذه استراليا بعدها الامارات هذه المفروض يتعامل معاها المنتخب السعودي المدرب اللاعبين انها شوطين، شوط اول شوط ثاني. الشوط الاول اللي هنا اتمنى نركز ما يجي فينا هدف، يعني مهم جدا. انت لو كسبته يعني زي منتخب زي الاسترالي هذه زي المنتخبات الثقيله هذه صدقني انت يعني لا ثقه ولا دفعه معنويه لك. لذلك اذا اللاعب فعلا ركز انه ما يجيب هدف، لانك انت عندك لاعبين يعني وعندك منتخب نقطه قوته يعني لازم ما نغفلها، نقطه ضعفها عندنا الكره العرضيه. فلذلك نحرص كل الحرص ان احنا نركز على الجانب هذا ونقول في النهايه يا رب. عبد الغني، أنا عجبني أنك يعني بديت التقرير دائما بديت الحلقة بالأهم شيء هو اللي بيمثل دائما 50% هو الجمهور. أنا أتكلم على ملاعبنا، الجمهور في عام 88 قاد المنتخب السعودي في الدوحة إلى كاس آسيا، في 96 في الإمارات كان الجمهور بعد الله، وطبعا كان عندنا لاعبين قاد الأندية، قاد النصر، قاد الهلال، الاتحاد، البطولات الآسيوية، قاد الأهلي، قاد الشباب. الجمهور السعودي يعني عندما يشجع ويبدع دائما هو أنا أعتقد يشكل 50% دائما، ليه تأثير على اللاعب. اللاعب دائما أذنيه دائما مع الجمهور أكثر من أي شيء، طبعا عكس اللاعب مثلا في أوروبا. نتكلم عن اللاعبين في الفترة الأخيرة تركيزه مع المدرج، لما بيشوف ردة فعل المدرج هو بيرتفع معنوياته بيزيد يعني أشياء أخرى، حتى لما كان عنده طاقة بيضطر يطلع الطاقة. أنا أعتقد الآن يعني أولا يعني لابد أن نشكر الشركات اللي هي شركة المسافر والوادي اللي قدموا التذاكر، يعني هذه بادرة إيجابية، وكنت أتمنى يكون في بادرة من شركات أخرى لتوفير حافلات حتى نقل الجماهير، يعني بدل خاصة أنه أغلب الجماهير هم طلاب مدارس، يعني نتكلم بأمانة يعني ما هم شيء، يعني على الأقل أنه تخصص في مناطق في جنوب جدة، مناطق في وسط جدة أنك تنقل الجمهور، يعني أقل شيء مثلا يعني ما بيأثر عليك كشركات ورجال أعمال. لكن يعني الجمهور الآن يعني أنا أعتقد قدم الشيء المهم، جمهور جدة يعني حضوره يعني أغلبهم اللي أنا كنت أشوفهم في ملعب الجوهرة بيجي من الساعة 1 الظهر بيخرج من مدرسته بيروح بيشتري التذكرة بيجي يجلس 3 ساعات في الطريق من جنوب جدة إلى الشمال عشان يروح يأخذ التذكرة من الملعب. بعضهم جاي من الطائف من مكة، هل هذا جاي على أساس يبغى يكون جالس في سينما؟ هل بيدق هذه المشاوير وبيعد بنفسه عشان يحصل على التذكرة، ورغم أنه المفترض أنه يكون في وسيلة أني أوفر للجمهور التذكرة هو جالس ما أتعبه ما أرهقه في مشوار، لكن خلينا نقول يعني نتجاوز عنها.
أنا أقول لك التفاعل والانتظار والطوابير اللي شفتها أنا يؤكد أنه الجمهور عاشق، الجمهور يبغى يزلزل الملعب. هنا أعتقد أنه بإذن الله أنا متأكد 50% المطلوبة من الجمهور حيقوم بيها بكل شيء غدا، يعني أنا متأكد بإذن الله جمهور في ملعب الجوهرة سواء من جدة من مكة من الطائف من الرياض من أي منطقة في مناطق المملكة حيبيض الوجه، يعني أنا متأكد منهم ما حيكونوا صامتين، بالعكس حيكون جمهور دوره مهم جدا. يبقى الدور الآخر هو دور اللاعبين، 50% دور اللاعب، اللاعب لازم يتفاعل. أنا أعتقد برضو مهم جدا أنه زي ما قلت أنه الجمهور يعني ما تتوقف طول المباراة، ما ترهق نفسك من البداية، من بداية المباراة لازم تشعر الفريق الأسترالي أنك أنت تأثيرك عليه قوي جدا. التشجيع من بداية المباراة حتى لو قدر الله لا جاء فيك هدف لا تتوقف، لا أنا أصير وأزيد في التشجيع. مهم جدا أيضا أنه إحنا نوفر للاعب، يعني حتى اللاعب لو أخطأ بالعكس أني أنا أشجعه وأدعمه، يعني مهم جدا زي ما بنشوف الجمهور مع الأندية لازم أشوفه مع المنتخب بكرة وأكثر من اللي كنت أشوفه مع الأندية. لا وأهم شيء عبد الغني شوف أهم شيء بكرة يعني لا سمح الله إذا جاء فيك هدف أو لا سمح الله حتى لو جاء هدفين، هذا الوقت اللي أنت تحتاج فيه الجمهور، ترى هذا الوقت اللي اللاعب يلتفت للمدرج ويبغى دعم، صح ولا لا عبد الغني؟ بالتأكيد أنا بقول لك هذا اللي أنا بقول لك في كلامي، يعني أنا اللي أبغاه أنه لا قدر الله جاء فيك هدف هدفين لازم تواصل تشجيعك، لازم تواصل دعمك أكثر من البداية. أنا قلت لك النقطة الإيجابية أني أنا شفت ناس جايين من مكة ومن الطائف على أساس بس ياخذ التذكرة، يعني داق مشوار يعني من بعيد مسافة طويلة وغلبهم طلاب مدارس، هذا من إيش؟ هل هو مثلا شيء؟ لا هو من حبه للبلد، حبه للمنتخب، يبغى يقدم شيء. أنا أعتقد أيضا يعني روابط المشجعين يعني عاطي الموركي، صالح القرني، بدر تركستاني، سعود برقاوي ليهم دور أيضا، أني ما أتمركز في جهة واحدة، أنا أشعل الملعب كل أركانه، ما يكون تواجدي مثلا في اتجاه واحد، أنا أبغى أحس أنه أنا كمدرج أشتعل من أول دقيقة، أنا أحس أنه اللاعب، لأن دائما لما أنت تسجل في البداية هذا شيء إيجابي، أنت بتأثر على الفريق الآخر، فلذلك كل عوامل مميزة. دور الجمهور أنا متأكد بإذن الله أنه حيكون إيجابي وحيرفع الراس. يبقى الدور المهم جدا هو دور التكتيك، هو الدور المهم جدا اللاعبين، لأنه بصراحة يعني خلينا نتكلم، أنا أعتقد أنه البداية كنقاط إيجابية جدا، لكن البداية كمستوى ما هو الشيء المأمول، لكن فوز الإمارات على اليابان يمكن الجميع كان في البداية كان متخوف من المجموعة، قال خلاص اليابان وأستراليا طالعين متأهلين، لكن فوز الإمارات أكد يعني لما تفازت على اليابان في ملعبها أكدت أن كرة القدم بالعطاء وليست بالاسم وليس بشيء آخر، فلذلك لازم أنك كلاعب تنزل تشيل منك رهبة أن أستراليا ولا اليابان، لا أنك ألعب كرة قدم، بالعكس أنا أتمنى أنه يكون في عطاء، يعني الربع ساعة الأخيرة اللي شفناها أمام العراق لازم تكون حاضرة بالروح من البداية، لأنه الفريق الأسترالي طيب يختلف كثيرا عن الفريق العراقي. طيب أنا خليني بس اسمح لي عبد الغني أقاطعك، خلينا بس عندنا صور كده ومقطع فيديو للتجهيزات اللي صايرة الآن في ملعب الجوهرة، أو عطونا مقطع التيفو يا شباب، عطونا إياه لتيفو اللي يتكفل فيه الأستاذ عادل عزت المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، واحد من ضمن المرشحين الموجودين. أنا بس كذا يعني تصوير تليفون يعني مو تصوير كاميرا قناة بس وصلتنا، وحبينا نشارككم أنه هذه التجهيزات للجماهير الرياضية غدا جزء منها، وإن شاء الله بإذن الله بكرة نفرح، يعني الله كريم، محتاجين نفرح مع المنتخب، محتاجين نفرح والله العظيم، ترى هالكورة يعني لا حد يقول لكم كورة وبس، والله مو كورة وبس، والله تلعب يعني تغير حتى مزاج الناس، تتحكم كذا في مزاج المجتمع، تويتر تلقى غير والسوالف غير والرسائل حتى تتغير، محتاجين نفوز. المنتخب يعني حتى لما نشوف الكلاسيكيات لما نعرضها واحنا اللي مسوينها، يعني واحنا اللي مسوينها في كوره كلاسيكيات، لما تنعرض على الهواء والله نتاثر، واحنا اللي مسوينها
بس حتى لما نشوفها نتأثر لأنها كانت تلامس ذكريات وتلامس فرح ومشاعر لا تنسى. اليوم نذكر فقط أنه إحنا راح نعرض الجزء السابع من كلاسيكيات وهو الجزء الجديد ليلة مباراة المنتخب السعودي. هاللاعبين اللي إحنا نعرض عنهم هالتقارير، هاللاعبين اللي إحنا نعرض عنهم هالذكريات، ترى ما في بيننا وبينهم قرابة، ترى ولا في بيننا وبينهم 90% صداقة، لكن نحس أنه في دواخلنا كذا جزء من امتنان كبير لشيء قدموه للبلد بمختلف الميول، النصراوي والهلالي والاتحادي والوحداوي واللي في الرياض واللي يعني نحس أنه لهم جميل علينا، لما نشوفهم في مكان نحس أنه من الواجب علينا نحترمهم، ما بيننا وبينهم شيء إلا هالمنجزات وهالفرحة اللي قدموه لنا. وهاللاعبين نتمنى أنه إحنا بعد 10 سنين نطالب الجيل اللي قاعد يلعب نقول لهم اقتدوا بجيل 2016، اقتدوا بنواف العابد، بياسر مسيلين، بناصر الشمراني، بالسهلاوي، بمصطفى بصاص، أسامة هوساوي، اقتدوا بهذولي، نبغاكم تكونوا رموز من أجلكم، وصح من أجلنا لكن أيضا من أجلكم أنتم، يكون لكم تاريخ في مسيرة الكرة السعودية. احنا اليوم لما نعرض هالكلاسيكيات نعرضها وفي ارتباط يعني، واحنا نشوف التقارير والله نتذكر حتى المكان اللي كنا نتفرج فيه المباراة وقتها، نمتن لهم نكون ممنونين لهم، وتستحضر المشاعر، تستحضر حتى المكان اللي انت كنت فيه وعشت فيه الفرح. مباراة استراليا مباراة من ضمن رحلة طويلة في التصفيات، احنا نبغى اللاعبين يعطونا اللي عندهم، يعطونا اعمارهم في الملعب. فزت الحمد لله وهذا هو المطلب، لا سمح الله خسرت مباراة الإمارات وراها لازم يكون فيها التعويض، وتصفيات يعني صعب جدا انك تفوز في كل المباريات، لكن ايضا كارثة لو بتخسر كل المباريات. لا وفي ارضك الان موضع فرصة، لازم تعرف انها واحدة من ضمن رحلة حتمتد لعام كامل، واحنا متعلقين في هاللاعبين نبغى نروح معاهم الروسيا، نبغى نروح روسيا، ترى الشعب مو رايح الروسيا، مو رايح يتمشى بروسيا، بس احنا نبغى نحس انه عندنا علم هناك مرفوع في كاس العالم. حنروح نشوف اخبار شوت وبعد شوت راح نطلع الفاصل. اختتم المنتخب السعودي الاول استعداداته لمواجهة نظيره الاسترالي والتي تقام غدا على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الاسيوية النهائية لمونديال روسيا. واقيمت الحصة التدريبية على ملعب المواجهة نفسه، وقسم فيها السيد مارفيك لاعبي الاخضر لمجموعتين تجري مناورة على منتصف الملعب، ركز فيها على اللعب في المساحات الضيقة، فيما تمت راحة اللاعب محمد آلفتيل بعد تعرضه لكدمة بسيطة. اجتمع مراقب الاتحاد الآسيوي المقرر لمباراة السعودية وأستراليا بإداري المنتخبين من أجل إنهاء كافة استعدادات المباراة المنتظرة، وتقرر أن يخوض المنتخب السعودي اللقاء بالطقم الأبيض الكامل والأرقام الخضراء، والمنتخب الأسترالي بالطقم الأصفر والأرقام الخضراء. قال المدير الفني فان مارفيك إننا جاهزون لمباراة أستراليا وسنبحث عن الفوز، وسأكون سعيدا إذا امتلأت المدرجات، وأتذكر تماما ما حدث في مباراة الإمارات، ومساندة الجماهير ستكون من مصلحة الأخضر واللاعبين، فيما أوضح أن مهاجمه محمد السهلاوي سيكون جاهزا في مباراة الإمارات، مؤكدا أن جهازه اختار أفضل اللاعبين لتعويض أي غياب، وأضاف سنلعب أمام منتخبين قويين لكن لدينا الثقة في أنفسنا، واللاعبون يؤدون بصورة جيدة في التمارين، وأنا متحمس للانتصار وبلوغ الأخضر للمونديال. وعن مكان المواجهة أوضح مارفيك أننا تناقشنا نحو 6 أشهر قبل اختيار المكان الأمثل للعب ضد منافسينا في التصفيات، مشددا على أن مباراة الغد هي أهم مباراة له منذ بداية مسيرته مع المنتخب السعودي. أكد المدير الفني للمنتخب الأسترالي السيد أنجي بوستيكوجلو على استعداد فريقه الكامل لخوض المباراة المرتقبة أمام شريكه في صدارة المجموعة المنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره،
وقال في تصريحاته: نعي أن مباراة الغد صعبة للغاية، خاصة أن المنتخب السعودي سيلعب بحافز إضافي بحضور جماهيره للانفراد بالصدارة، ولكننا أعددنا فريقنا لكل الظروف، ومنها عامل التأثير المتوقع للأجواء والرطوبة، ولذلك حضرنا هنا قبل يومين وحددنا الطريقة الأنسب لكي نتغلب على هذه الظروف ونحقق هدفنا الذي حضرنا من أجله، وهو الفوز وتحقيق الصدارة من خارج ملعبنا وفي ملعب صعب ومميز مثل استاد الجوهرة. أعلنت شركة صلة، المسوق الحصري لتذاكر مباريات المنتخب السعودي على أرضه، عن أن توزيع تذاكر الحضور لمباراة الغد أمام المنتخب الأسترالي سوف يتواصل يوم غد الخميس في منافذ البيع باستاد الجوهرة، وذلك ابتداء من الساعة 5 عصرا، ولجميع حاملي القسائم الخاصة لتذاكر المباراة والتي تمت عبر تطبيق شركة وادي، وذلك بعد أن تم شراء جميع التذاكر من قبل شركتي المسافر ووادي للجمهور السعودي، ليكون من المتوقع امتلاء مدرجات الجوهرة بحضور يفوق 50,000 متفرج دعما للأخضر. فاصل قصير بعد الفاصل نعود. الأخضر السعودي يختتم استعداداته لمواجهة أستراليا المنتظرة بتدريب في الجوهرة، وكدمة تبعد ألف تيل عن المشاركة. مارفيك يشدد على أهمية لقاء الغد ويصفه بالأهم في مسيرته، ويؤكد أنه اختار استاد الجوهرة لأنه الأفضل لحصد النقاط. مدرب المنتخب الأسترالي يعلن التحدي ويؤكد أن فريقه حضر إلى جدة للفوز والانفراد بالصدارة رغم دعم الجماهير الكبير وظروف الأجواء الصعبة. تزامنا مع مشوار المنتخب نحو مونديال روسيا، كورا يواصل استعراض تاريخ الأخضر المجيد عبر الجزء 7 من سلسلة كلاسيكيات كورا الوثائقية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عبدالي السويد وعبد الغني الشريف هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف تقرير عن مباراة الغد. في مساء تترقبه الجماهير السعودية، يخوض الأخضر ثالث مواجهاته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2018 والمقامة في روسيا، وذلك حينما يستقبل المنتخب الأسترالي يوم غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. المنتخب السعودي من بدأ هذه التصفيات بفوزين ثمينين مع أولى جولاته لحساب مجموعته الثانية، عندما تغلب على تايلاند بهدف وحيد، ومن ثم قلب النتيجة في الجولة التي تليها أمام المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف، يسعى لمواصلة نشوة الانتصار والمضي قدما في هذه التصفيات لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة 5 في تاريخه. الأخضر بقيادة الهولندي مارفيك سيكون محل الاختبار الحقيقي في موقعة أستراليا، لا سيما وأن هذا الأخير يتساوى بالنقاط مع المنتخب السعودي بواقع 6 نقاط بعد أن فاز على العراق بهدفين نظيفين، ومن ثم تجاوز المنتخب الإماراتي بهدف يتيم. مواجهة لن تكون سهلة على صقور المنتخب لما يمتاز به الخصم من مقومات فنية عالية وأداء انضباطي متوازن، ولكن عزيمة الرجال وروح الإصرار التي يمتلكها لاعبو الأخضر مستغلين عامل الأرض والجمهور ستكون سلاحا يمكنهم به سحق الكنغر الأسترالي وانتزاع الصدارة منه.
منعطف مهم لمشوار الأخضر لابد أن تكون محصلته إيجابية لكي لا نقع في شراك الحسابات والدخول في دوامة الإخفاقات، فكلنا أمل في ظهور مميز لصقور الخضر في مساء من المؤكد أن تتزين فيه مدرجات الجوهرة بأيد تحمل الأعلام السعودية خفاقة وبحناجر يملأها الأمل تهتف بحب الوطن. من ايش خايف بكرة؟ شوف انا قبل اجاوب على هذا، احنا تكلمنا عن الجمهور اللي نقول يعني غير ودود والجمهور اللي لازم يكون يعني مساند والفريق الاسترالي. انا حقيقة شفت حساب مدينة الملك عبدالله واعجبني يعني بعض النصائح اللي اطلقوها، من ضمنها مثلا وهذا جدا مهم اساسا برضه رسالة للعالم انه مثلا احترام النشيد الوطني الاسترالي، مو معناها انك مثلا تصير تشجع فريقك وتصير مثلا ضاغط على الفريق المنافس انك في البدايه ما تحترم الاعراف هذه والتقاليد الدوليه، زي ما تبغى الناس يحترمون النشيد الوطني او سلام الملك لك في الدول الثانيه المفروض انك انت تقدم نفس الاحترام هذا. صحيح. يعني هذا مهم جدا. صحيح. انك تنقل الصوره هذه، يعني القضيه انك تشجع فريقك ما تصير العدائيه الغوائيه هذه مثلا لا رمي علب والحماس هذا الزايد اللي البعض احنا مفروض نساعد بعض، يعني كجمهور موجودين في داخل الملعب احنا نساعد بعض، احنا جايين نشجع فريق مو احنا جايين يعني نعبر عن خلينا نقول الغضب باسلوب غير 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 حضاري. احنا انا بتكلم لك برضو عن لما تكلمت جبت مقارنه بين الجيلين وتكلمت المقدمه جميله عن 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 الجيل الاول، يعني انا يعني جيل الجمال في الجيل هذا انه يعني احنا نشوف يعني لما يكون يفرح بتدبير مكافأة، يعني هذا قمة يعني قمة زي ما يقولون هذا الملايين تبعه، ومع ذلك جالس يبذل الغالي والنفيس. هذا واحد. الشيء الثاني انا مؤمن في الشيء هذا انه المجموعة خلينا نقول 84 وما بعدها لو تجي تفصلها خصوصا 84 تفصلها كأفراد، ترى على فكرة يعني أوكي في عمود فقري فيه عظيم في ذاك الجيل لما تكلم عن مالي عبد الله، محيس الجمعان، صالح النعيمة، فهد المصيبيح، أوكي، ولكن لما تجي للعناصر الثانية تجد ترى في لاعبين في المجموعة هذه 2016 متفوقين تكنيكيا على المجموعة هذه. هي القضية بس القضية شخصية ثقة في النفس، روح، هدف، تعاون مع بعض. أنت تذكر مباراة أنت جت لقطات فيها 5-4، يعني يجي هدف في المنتخب السعودي نجيب هدف هنا، يجي هدفين نرجع مرة ثانية، يعني لدرجة أن احنا نفرح مع بعض، يعني لذلك كل ما جاء هدف فينا الفريق الثاني يرجع. المنتخب السعودي في مباراة العراق نفس الحكاية، يعني مثلها في خلال 10 دقائق رجع مرة ثانية. فلذلك أتمنى أنا وخصوصا اللاعب يعني وإن شاء الله أنه ما تغفل عنه، أنه يعني خلينا نقول يعني مين القضية أنت والمنتخب الأسترالي أنك تطالع اللاعب هذا على أنه يعني معجزة، ترى لعب ضد الإمارات يعني وانحرج كثير، أنت برضه ما تجاري المنتخب يعني اتركني من الالتحامات هذه أنك بتشد معه، لا هو متفوق عليك، أنت استغل نقاط قوتك باللعب السريع بالتحرك بدون كرة باستخدام المهارة بأنك ما تعطيه فرصة تنهكه، يعني تصير مزعج له إذا استلم الكرة اللاعب الأسترالي هذا تصير مزعج له، يعني هو مثلا من نقاط ضعفه أكيد أنه بتصير أسرع منه الثقل هذا، هو راح يتفوق عليك في سرعة تمرير الكرة. فكل الأشياء هذه إذا توافرت مثلا بإذن الله راح تحقق نتيجة إيجابية. عبد الغني، أنا يعني أهم شيء يعني في رسالة مهمة جدا بأمانة، يعني إحنا الآن الجمهور الآن تلاحموا مع المنتخب يعني مهم جدا، نبغى بس فقط من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يخرجوا بس فقط يعني في الفترة هذه عن الاستفزاز الجمهوري. يعني أنا لما أخرج مثلا اليوم أقرأ مثلا عدنان المعيبي نتكلم عن التشفير ومباريات الدوري،
ما هو وقته الآن؟ أنا وقته الآن ما أبغى استفز الجمهور، يعني شفنا اليوم التويتر كله مولع على موضوع التشفير. إحنا نبغى فترة يعني لازم تختار التوقيت المناسب، يعني أنت الآن في حالة حب بين الجمهور والمنتخب، ما أجي أخرج لمواضيع يعني غير. أنا أستغرب يعني في أطروحات تجي توقيتاتها غريبة جدا، يعني لابد أن إحنا نخلي حالة الحب بين الجمهور وبين اللاعبين. لما نتكلم مثلا عن المباراة بكرة، أنا يعني مثلا يعني مهم جدا من مارفك، يعني زي ما قال أبو نايف أنه الآن الكرة يعني الأسلوب اللي بيلعب فيه المنتخب الأسترالي هو الأسلوب الإنجليزي، يعني يعتمد على القوة الجسمانية على الكرة العالية. لما بيلعبوا بكرة سريعة هم بيتعبوا، لكن لما أنت بتجاريهم بلعب بطيء هو بيبغى اللعب البطيء، يبغى اللعب الهادي جدا. مهم جدا أيضا أنك أنا يعني أنا يعني لو أنا مثلا لي قرار فني، مهم جدا أني ألعب مثلا بالجبرين وألعب مثلا بالخيبري في بداية المباراة، لأنه مهم جدا أني أحافظ على شباكي، مهم جدا أني ما أقبل أي هدف في البداية، لأنك أنا بلعب مع منتخب قوي جدا، منتخب يعني عنده خبرة دولية، عنده خبرة محترفين، فلذلك يعني هم ما بيتأثروا حتى بعامل يعني مثلا بأشياء يعني عامل الجمهور أو شيء ممكن ما بيكون عليه تأثير، عندهم الخبرة الدولية. لكن مهم جدا أني أغلق مناطقي، مهم جدا أني أبدأ بلاعب سريع في الهجوم مثلا زي ناصر الشمراني، يكون عندي العابد فورم عالية، أبدأ بالرويلي بتيسير الجاسم، أبدأ باللاعب الجاهز، هذا برضو نقطة مهمة جدا أني أبدأ باللاعب الجاهز اللي ممكن يقاتل. يعني ممكن أبو نايف بيقول مثلا اللاعبين الآن ما يختلفوا عن لعيبة يعني نفس الأداء لعيبة 84، لا أنا أقول لك ممكن لعيبة 84 كان عندهم موهبة، كان عندهم الأداء، ما عندهم الاستعراض اللي إحنا بنشوفه، لكن الآن اللاعب عنده أشياء كثيرة، يعني لاعب ممكن بيأدي تكتيكات فنية، بيأدي أشياء أخرى، لكن الروح القتالية هي المهمة جدا، أنك أنت تلعب على نفس الرتم، أنك تلعب هذا الجمهور جاي من أجل الوطن وأنت بتلعب من أجل الوطن، برضو بتسجل اسمك لما بتوصل كأس العالم، هذا تاريخ، ارتفاع مادي، يعني أشياء كثيرة لك كلاعب، فهذا مهم جدا. يعني الآن أنت عندك 6 نقاط بإذن الله، لو الله كتب لك فزت على أستراليا وفزت على الإمارات 12 نقطة، أنت وضعت 80% من 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 أقدامك على روسيا، فلذلك اللاعب لازم يعي أنه مهم جدا أني بكرة إن شاء الله إذا فزت اني ما اخسر في المقابل، على الاقل حتى لو خرجت بالتعادل عامل ايجابي بالنسبه لي. فمهم جدا ان التكتيك اللي يلعب فيه مارفك يعرف انه يعني لابد انه في سرعه استخدمها في الاطراف، اني احترم الفريق، يعني يكون عندي، يعني احنا شفنا في مشكله كبيره في المنتخب السعودي في العمق الدفاعي في الكرات العرضيه، هم بيتميزوا بالكرات العرضيه، لازم يكون في تكفيل مهم جدا من اللاعبين. انا اعتقد انه يعني دور اللاعبين دور الجمهور لو تبلور بشكل كامل بإذن الله، بإذن الله الواحد الأحد، ما في شيء صعب، يعني احنا فزنا على استراليا قبل كده، يعني ما في شيء صعوبة، انه استراليا ما هي بعبع في النهاية، يعني شفنا حتى الأردن فازت عليها، شفنا حتى في كاس آسيا، يعني منتخبات عربية قدمت أداء رائع جدا. يعني أنا أقول لك لو اللاعبين المنتخب السعودي وضعوا اللاعبين الإماراتيين وما عملوا في اليابان، بإذن الله انهم يحققوا الفوز. طيب حنروح فاصل، بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية، عبدالله السويد وعبد الغني الشريف ومضيفة حلقة الليلة. نشوف تقرير عن اللاعب اللي عاد مجددا للمنتخب السعودي، والأمال الكبيرة عليه وعلى زملاء اللاعبين في أنهم يكونوا في الموعد وفي مباراة الغد ومباراة المنتخب الإماراتي. ناصر الشمراني في هذا التقرير.
جاء استدعاء الهولندي فان مارفيك للمهاجم ناصر الشمراني لصفوف الأخضر في وقته، وبعث الاطمئنان في الشارع الرياضي. عاد الشمراني بعد غياب دام قرابة العام والعشرة أشهر، عاد ليقود خط الهجوم مرة أخرى وفي وقت حساس جدا. بدأ ناصر الشمراني مسيرته مع المنتخب السعودي مطلع العام 2005، وشارك في صفوف الصقور الخضر في 70 مباراة ما بين رسمية وودية، حيث لعب 36 لقاء وديا و34 مباراة رسمية، واستطاع خلالها زيارة شباك الخصوم في 15 مناسبة. وشهد يوم 25 من يناير من عام 2005 خوض الزلزال أول مباراة مع المنتخب السعودي، وكانت ودية أمام منتخب طاجكستان، وانتهت لمصلحة الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، فيما كان آخر لقاء للشمراني في صفوف الأخضر وكان وديا أيضا أمام المنتخب البحريني في إطار استعدادات المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا لعام 2015 في أستراليا، وحينها خسر الأخضر بأربعة أهداف لهدف. وشارك الزلزال في ثلاث تصفيات لكأس العالم، وهي تصفيات عام 2006 و2010 و2014، وتعتبر مشاركته الحالية هي الرابعة في تصفيات كأس العالم سواء كانت أولية أو نهائية. أما بالنسبة للأهداف فتمكن الشمراني من زيارة الشباك بقميص المنتخب السعودي في خمس مناسبات ودية وعشرة أهداف في مباريات رسمية، حيث سجل هدفا واحدا في تصفيات كأس العالم لعام 2010 وخمسة أهداف في التصفيات الأولية لكأس العالم لعام 2014، اثنان منها في المرمى الأسترالي الخصم القادم للأخضر، فيما كانت محصلته هدفين في تصفيات كأس آسيا لعام 2015 ومثلها في كأس الخليج الثانية والعشرين في العاصمة الرياض. كل التوفيق للزلزال وزملائه في زيارة شباك المنافسين في التصفيات النهائية وتحقيق الحلم السعودي في المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة. بنايف ناصر الشمراني هذا وقته، يعني هو لازم، يعني انا مقدر ان اللاعب هذا مثلا مر بظروف، يعني خلينا نقول يعني غير جيده، ولكن الان حضرت له الفرصه، الان حضرت له الفرصه اللي هو يبيها. ناصر الشمراني اللي احنا محتاجينه في المباراه هذه هو ناصر الشمراني المحارب. انا اتمنى يدخل ناصر الشمراني مباراه بكره، يعني يصير مركز تركيز على المباراة، تصير خالي الذهن من جميع الترسبات اللي في الماضي. احنا نتمنى انه يلعب لكي يساهم مع زملائه، يساعد زملائه على في المباراة هذه. اتمنى انه ما يدخل على انه يلعب، وهذه وظيفة الجهاز الفني، الجهاز الإداري برضه وظيفته هو كلاعب، لأنه لاعب كبير وخبير، انه ما يدخل ابرد على فلان وما على فلان، يضع المباراة هذه التحديات الصغيرة اللي يدخل فيها داخل مباراة. متى ما اللاعب دخل في التحديات الصغيرة هذه أكيد أنه راح يفقد التركيز. ناصر الشمراني لازم يعرف أنه لاعب معروف على مستوى آسيا، لا يتوقع أن الأستراليين ما يعرفون، لا معروف على مستوى آسيا. ناصر الشمراني نبغاه اللاعب اللي خلينا نقول مقلق مزعج، يعني يعني للفريق الخصم على طول محاولات، ما يتعب لا يكل ولا يمل، يعني مجرد أنت ما تبعد على المرمى تلاقيه في هجمة الثانية والثالثة راجع لك، لا يطلعونه خارج المباراة، خليه يركز، إذا ما أحضر هو هدف يساعد بقية زملائه، يعطينا بس خلينا نقول جزء من ومضات ناصر الشمراني اللي إحنا عارفين ونثق فيه. أكيد لم يتم استدعائه إلا الثقة فيه كبيرة أنه جاي يساعد زملائه، وبالتوفيق له وبقية لاعب المنتخب إن شاء الله. عبد الغني شوف، في ظل أنه للآن السهلاوي يعني غير جاهز أنه يبدأ مباراة، أنا أعتقد أنه الخيار الأمثل الآن هو ناصر الشمراني. ناصر يعني عنده الخبرة الإيجابية الجيدة جدا، يعني سواء كانت يعني مع المنتخب مع الهلال،
لكن المهم جدا انه دور الجهاز الاداري هنا في المنتخب السعودي تهيئة اللاعب نفسيا. يعني ناصر يعني احيانا لما بيلعب بتركيز انه هو يبغى يلعب يقدم شيء في كرة القدم، مهم جدا انه كلاعب مميز جدا، يعني عنده المشاغبة، عنده الانطلاقات، عنده المهارة، يعني ممكن بتشوفه بيقدم اشياء ايجابية جدا. انا الان يعني في ظل غياب السهلاوي انا اشوف انه ناصر هو الخيار الافضل، يعني بدون اي شيء، يعني مع تقدير النايف هزازي، لكن نايف يعني ناصر عنده مميزات كثيرة جدا، المشاغبة، عنده الالتحامات القوية، عنده القدرة انه دائما يعني يصنع اشياء جدا، سواء التحركات على الاطراف، الدخول في العمق، يعني كل الاشياء المتميزة في المهاجم موجودة. لكن متى بتكون هذه؟ اذا كان اللاعب ركز فقط انه الان انا بأخدم وطني، ابغى اعيد صياغة نفسي، ابغى ابرز نفسي، وليس زي ما قال ابو نايف اني ادخل في اشياء صغيرة، لا، انا ابغى هدفي هو عودة المنتخب السعودي، اني اخدم المنتخب السعودي، اني اكون مع زملائي، لانه في النهاية انت الان بتقدم عمل للوطن وليس لاي شيء اخر، ما تبغى ترد على دا ولا فلان، لا، انت بتقدم عمل للمنتخب. فلذلك ناصر الشمراني اذا جهز نفسيا، انا اقول نفسيا مهم جدا انك تجهز اللاعب، انت الان امل مع بقية زملائك لخدمة المنتخب السعودي، باذن الله انه ناصر وكل زملاء اللاعبين حيكونوا عند الثقة، وباذن الله انهم يخرجوا باداء ايجابي جدا غدا امام استراليا. مو ممكن يكون ضغط عليه يعني هالمطالبات؟ لا، شوف يعني يا ابو وجود، يعني كلمة الضغط هذه والله العظيم يعني من اكثر الجمل اللي قتلت اللاعبين، لانه يعني حكاية انه الثقة في النفس والضغط، ما في شيء اسمه ضغط الان، اللاعب لاعب يعني خلاص تتجاوز المرحلة هذه، يعني ما في شيء اسمه ضغط الان، انت لاعب محترف، انت لاعب العب تحت كل الظروف، بالعكس يعني انت مثل الجندي الان، لما يقولوا لك تعال للمعركة انا اجي واموت نفسي من اجل المنتخب السعودي، وليس من اجل نفسي، وليس من اجل اني ارد على فلان ولا علان، لا، انا ابغى اقاتل من اجل وطني، من اجل المنتخب السعودي، انت الان جندي من الجنود اللي بتقاتل من اجل الوطن. كلمة الضغط هذه لا، انا اتجاوزها، اخليها ضغط ايجابي وليس ضغط سلبي. هنا برضو دور المهم انه يكون موجود في المنتخب السعودي من يعني الاخصائي النفسي اللي يخرج الطاقات للاعبين، اللي يخلي اللاعب يعني انا احول طاقته من ضغط يعني سلبي الى ضغط ايجابي، هذا مهم جدا. وانا اعتقد ناصر باذن الله وكل زملائه مهيئين انهم قادرين باذن الله غدا انهم يقاتلوا من اجل المنتخب السعودي. طيب خلينا نشوف بعض اللقاءات اللي جريناها مع رؤساء الروابط المتواجدين في مباراة الغد. والله هذه وطنيه وما يحتاج، وحنا للوطن لبينا، جاتنا دعاوي الفرح وحنا للوطن لبينا، ونتمنى ان شاء الله هذا الفوز نهديه للقائد الاعلى سلمان، الله يطول عمره وخليه لنا. ايش توقعاتك الشخصيه للمباراه؟ والله المباراه ان شاء الله انها سعوديه بحت بامر الله، سيبك من الاقاويل، ان شاء الله الفرسان، الناس هذول اللي في داخل الملعب يبيضوا بوجوهنا، واحنا نتمنى رايتهم ان شاء الله تكون مرفوعه لا اله الا الله محمد رسول الله. ايش تقول للعيبه المنتخب قبل المباراه؟ اقول الله يقويهم ويدهم واحده، وهذا المنتخب يعني ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي، ونروح كاس العالم ان شاء من شاء وان ابى من ابى، راجعين بامر الله. اخيرا ايش مجهزين كجمهور او كرابط جماهير الانديه لتشجيع المنتخب والمسانده في المدرجات؟ ايش مجهزين؟ ايش استعداداتكم؟ والله استعدادنا عادي، شيء طبيعي، احنا ما عندنا يعني، احنا يدنا واحده للوطن، يدنا واحده، كل الانديه نعم بجماهيرها وبروابطها، ولكن نتوحد مع المنتخب، لانه رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وقايدنا سلمان طول الله عمره، وبلدنا الحمد لله، وبلدنا الحمد لله في امن وامان، والله يقوي محمد ومحمد وتاج راسي سلمان. ايش تجهيزاتكم للمباراه كروابط جماهير متجمعه طبعا في هذه المباراه؟ والله شوف، بالنسبه لتجمع الروابط امر طبيعي، لانه لا يدعى المرء الى داره. ان شاء الله باذن الله حتكون يعني حيكون حضور جماهيري ان شاء الله باذن الله، و60 الف متفرج ان شاء الله باذن الله، هذا الشيء اللي نامل من الجمهور. تختفي كل الالوان، وكلنا تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله،
ومع منتخبنا قلبا وقالبا ان شاء الله باذن الله لين نتاهل لكاس العالم باذن واحد احد. بدر، كم رابطه موجوده في المدرجات حتكون؟ والله جميع روابط المملكه وجميع الانديه تتوحد الالوان جميعها تحت اللون الاخضر وتحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ازيد عن كلام العمالقه اخواني عماطي الموركي واخوي سعود برقاوي ولا الاخ صالح القرني والاخوان جميعا، صراحه احنا في خدمه الوطن وكلنا يعني يدنا واحده ومطلبنا واحد والهدف واحد اللي هو تاهل لكاس العالم، وانه نعدي المرحله الحرجه اللي مرينا فيها في السنوات اللي راحت في الرياضه السعوديه، ان شاء الله نعديها ويدنا واحده وجميع الروابط متواجده في رابطه واحده في واجهه الملعب في الدرجه الثانيه ان شاء الله. يكون في تيفو باذن الواحد الاحد، الترتيبات شغاله مع القائد عماطي الموركي والاخوان سعود وصالح وبقيه روابط المملكه من الرياض ايضا، رابطه الهلال والنصر والشباب جميعهم حيجوا ان شاء الله، فحتكون ان شاء الله يعني ليله خضراء ان شاء الله باذن الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. عبد السويد عبد الغني الشريف هم ضيفا حلقات الليلة. وين الخط اللي بكرة تراهن عليه؟ والله شوف يعني إذا أنا بتكلم على الخطوط بصير مجحف. أنا أتمنى جميع خطوط المنتخب خط واحد لأن هذه كرة القدم الحديثة. ما أقدر أقول لك والله الحراسة ولا الدفاع ولا الوسط، ولكن يعني اللي أنا أتمنى يكون في مجهود أكثر، يعني الفريق اللاعبين اللي في الهجوم والوسط، اللي اتمنى ان شاء الله تكون ادوارهم الدفاعيه ذهنيتهم الدفاعيه هي اعلى من كل اللاعبين، هم اللي انا اتمنى فيهم. المنتخب السعودي يفترض انه يكون فيه يعني لا مركزيه فيه، مو كل لاعب انا والله انا مهاجم خلاص مهاجم انا وسط انا مالي دخل، لا. المباراه هذه يفترض يكون فيه احساس مسؤوليه اكثر فيها، اللاعبين يستوعبون وش قال المدرب، كل لاعب يذكر اللاعب الثاني، يكون فيه فعلا يعني تفاعل داخل المباراة وتركيز وتذكير. يعني ما أبغى لاعب يصير سرحان، حتى اللي سرحان داخل المباراة زميل الآخر هو اللي علمه. حقيقة المباريات هذه تحتاج إلى لاعبين حاضرين طول المباراة، لأن أي غفلة مع فريق زي الفريق الأسترالي راح تكون يعني العواقب وخيمة جدا. يعني من يوم تبدأ المباراة حتى تنتهي تكون حاضر فيها. أنا متأكد أن المنتخب الأسترالي راح يسبب الصدمة للمنتخب السعودي، راح يجيب يعني يحاول يجيب هدف بداية المباراة عشان أقل شيء يطفئ لهيب حماس المدرجات هذه. الشيء الآخر أتمنى من المدرجات برضه، من المدرج السعودي، أنه ما يكون وسيلة ضغط على اللاعب السعودي. أتمنى برضه من المدرج السعودي أنه مو يعني أنت قاعد يعني تشجع منتخب، ما انت جالس تشجع مثلا ناديك اللي ممكن تغضب عليه وتزعل، لا. المنتخب السعودي هذا مختلف جدا، انك مثلا ان يعني يستطيع، اتمنى مثلا وهذا وانا احذر فيه، انه ما يقدر المنتخب الاسترالي ما يخليك تشجع ضد منتخبك في لحظه من اللحظات بحكم الغضب، لا. لذلك احنا لازم نتوحد الخط هذا اللي تكلمت عليه الخطوط، لا. اتمنى يكون خط الجمهور وخط خطوط اللاعبين جاي والمدرب هم يكونون يعني منصهرين، وان شاء الله دائما اقول في كل خاتمه حديث لي يا رب. عبد الغني نفس السؤال. انا اعتقد انه الحراسه ياسر المسيرين كان بعد الله سبحانه وتعالى في مباراه تايلاند وفي مباراه العراق، كان يعني له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في الست نقاط، يعني انقذ المنتخب في المباراتين بامانه. يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، يعني قبل نقلب مباراة امام العراق ياسر مسليم في الشوط الاول انقذ هدفين كان ما يسال عنهم وكانت ممكن تقلب مباراة، وبرضه في مباراة تايلاند. الاخر هو خط الوسط الدور الهجومي والدور الدفاعي مهم جدا بصراحة. يعني عبد الملك الخيبري ودا الجبرين شارك مهم ادوارهم. المنتخب الاسترالي يعتمد كثير جدا على التسديد، هنا الدور مهم جدا، مساندة القلبين اذا سواء لعب عمر واسامة لابد مساندتهم بشكل مهم جدا. الدور الهجومي للاعبين العابد لتيسير مهم جدا، انه يكون ادوار متكاملة بشكل كامل. انا اعتقد الوسط والحراسة مهم جدا بشكل كامل جدا. برضو زي ما ابو نايف بيطالب الجمهور انا اطالب اللاعب لابد ان يكون تركيزك ايضا قوي جدا، لابد انك تعرف انه هذه المباراة ممكن تصنع منك مهم جدا كلاعب، لازم تعرف انه هذا وطنك. يعني الفرصة من الصعب انك ممكن تضيع انه نندم عليها، لانه انت تلعب امام فريق كبير جدا مثل المنتخب الاسترالي،
لابد يكون تركيز اللاعب مهم جدا، يتعامل مع الفرصه بحذر جدا، الخطا يعني لابد نتعامل منه، نتعلم من اللي حصل في مباراه تايلاند والعراق، لابد نكون حريصين انه انا العب بروح القتاليه. صدقني ما هو مهم جدا الجمهور، لو لا قدر الله خسر منتخب وانت لعبت وقاتلت، بالعكس انا اقول لك من نقي انا الجمهور حيكون اول واحد حيصفق للاعب طالما انك بتأدي كل شيء. الروح مهمه جدا، قاتل والعب طيب. بكل روح، والله ما حد بيلومك باي شيء، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. طيب حنروح الفاصل الاخير، بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير، الحديث يتواصل مع ضيفين العزيزين، نودعهم الآن يعني باكرا لأنه راح نقفل الحلقة بكلاسيكيات الجزء السابع. عبد العزيز السويد شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، نشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة، أتمنى بكرة الأخضر يفوز يا رب بإذن الله. شكرا جزيلا لك وشكرا للعزيز عبد الغني، وإن شاء الله بارك البعض. الله كريم. عبد الغني شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا وجود، وشكرا لابو نايف، وان شاء الله باذن الله انه بكره مع الجمهور السعودي في الجوهره نحتفل بالفوز ان شاء الله والنقاط الثلاث. الله كريم الله كريم. نودعكم بالجزء السابع من كلاسيكيات كوره، في امان الله. مختلفة وفرحة غير طبيعية ملؤها الفخر بالأبطال، عاد المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم عام 94 بعد أن رسم لوحة من المجد الكروي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية. شهور قليلة اتجه بعدها الصقور لأبوظبي، حيث بطولة دورة الخليج للمنتخبات 12، بطولة عصية على المنتخب السعودي منذ عام 70 حيث لم يسبق له إحرازها، ولكن مشاركته هذه المرة ستكون مختلفة لا سيما بعد مشاركته العالمية. الوطني محمد الخراشي يتولى قيادة الدفة الفنية خلفا للأرجنتيني خورخي سولاري. المنتخب يقيم معسكرا إعداديا في المنطقة الشرقية، خاض فيه لقاءات أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي والمنتخب الأمريكي ومنتخب ترينداد وتوباغو. 3 نوفمبر أقيم حفل افتتاح بطولة الخليج 12 بمشاركة 6 منتخبات: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، قطر وعمان. الآمال والتوقعات والترشيحات كلها تنصب في مصلحة المنتخب السعودي العالمي. كوكبة من النجوم، جيل قوي، فتي موهوب، روح واحدة وقلب ينبض بحب الوطن.
السابع من نوفمبر المنتخب السعودي يفتتح مشواره أمام المنتخب العماني، مقابلة ظهرت فيها قوة الصقور الخضر. هدف عماني مقابل هدفين للسعودية جاءت عن طريق المتألق فؤاد أنور. ويلتقي المنتخب السعودي بصاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي في أصعب مواجهات البطولة. سامي الجابر يسجل هدف التقدم منهيا الشوط الأول لصالح الأخضر. في الشوط الثاني تمكن الأبيض الإماراتي من خطف التعادل لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق. بنهاية الجولة الثانية أصبحت الصدارة بين ثلاثة منتخبات السعودية، البحرين والإمارات، 3 نقاط لكل منهم. في الجولة الثالثة الإمارات تتفوق على الكويت بهدفين، والأخضر يرد بفوز على المنافس المنتخب البحريني ب3 أهداف لهدف. بعد أن انتفض الأخضر في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف أول عن طريق فهد الهلل، بعده تمكن السعيد العويران من إضافة الهدف الثاني برأسية سكنت شباك حمود سلطان. خالد مسعد يختتم المشهد بالهدف الثالث من ضربة جزاء. ورغم تمكن البحرين من تقليص الفارق بهدف مبارك خميس، إلا أن الأخضر ظفر بالأهم لتنحصر المنافسة على الصدارة بين المنتخب السعودي ومنتخب الإمارات، مع أفضلية لأبناء الإمارات الذين يتفوقون بفارق الأهداف. الله 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 الله
الجولة الرابعة تنطلق في 12 نوفمبر. السعودية تقابل قطر. محمود صوفي يفاجئ المنتخب السعودي بهدف مع الدقيقة الأولى، ولكن العودة السعودية جاءت من السد العالي أحمد جميل ليعيد الأمور لنصابها. فؤاد الأخضر يخفق بشدة في الشوط الثاني، ومن حركة رائعة يسجل هدف التقدم. فوز سعودي شكل ضغطا على المنتخب الإماراتي الذي عجز عن تجاوز المنتخب البحريني، وانتهى لقاؤهما بالتعادل، ليتصدر الأخضر البطولة قبل الختام بجولة واحدة بفارق نقطة واحدة عن الدولة المنظمة. الأربعاء 16 نوفمبر 1994، يوم للتاريخ، لفك العقدة، لكسر حاجز الخوف، للتخلص من انكسارات الماضي. المنتخب السعودي وجها لوجه أمام المنتخب الكويتي العريق المتمرس في هذه البطولة وصاحب السجل التاريخي. الدقيقة تشير للخامسة بعد الثلاثين، فهد المهلل يسجل الهدف الأول ويضع قدما أولى في منصة التتويج. رغم أن الأزرق الكويتي قدم مباراة قوية ولعب باسمه وتاريخه وكان صعب المنال، ولكن الصقور الخضر كانوا في الموعد، قدموا دروسا في القتالية ومهارات فنية، حتى جاء الهدف الثاني من القائد فؤاد أنور الذي مهد الطريق للصقور السعودية لصعود منصة التتويج في البطولة الخليجية. ذكريات خالدة في أذهان الجميع. رغم كل الأمجاد والبطولات السابقة والمحافل القارية والعالمية التي شارك بها الأخضر، إلا أن هذه البطولة كان لها طعم مختلف ومذاق خاص. الأبطال كالعادة ينثرون الفرح على ملايين العاشقين والمتابعين في الوطن، ويحصدون كأس الخليج للمنتخبات لأول مرة.
أدندن 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 على عودي وغني للأخبار أغني للأخبار أدندن أدندن لأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر أدندن 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 على عودي وغني للأخبار أغني للأخبار أدندن أدندن لأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر صوتك على وسمك بيض الله وجهك صوتك على وسمك بيض الله وجهك ولأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر ولأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل يا فال السعد سعودي يا برد رعد سعودي يا قلوب عز سعودي ما مهلك أحد سعودي ولأنك يا سعودي تستاهل أكثر يا فال السعد سعودي يا برد رعد سعودي يا قلوب عز سعودي ما مهلك أحد سعودي ولأنك يا سعودي تستاهل أكثر أدندن على عودي وغني للأخبار أغني للأخبار أدندن أدندن لأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر أدندن 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 على عودي وغني للأخبار أغني للأخبار أدندن أدندن لأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر صوتك على وسمك بيض الله وجهك صوتك على وسمك بيض الله وجهك ولأنك يا سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر لأنك سعودي تستاهل أكثر تستاهل أكثر الناس اهتفت سعودي رايتك علت سعودي بثمن الكرة سعودي شمسك اصطعت سعودي لأنك يا سعودي